مسكها من ايدها وجابها الى الخيمة. زينب تدخل الخيمة، الخيمة مع النساء، شال ايده واراد يمشي. وين بتروح يا علي؟ هذه الليلة طويلة ما عدنا رجال، ابقى ويانا يا امير المؤمنين. قال ما اقدر يا زينب، اسمع ونين الاطفال والنساء، ما اقدر ابقى. رد الخبا باري علي لك والنساوين، وانت لوين القصد؟ قال لها الغريين، انا ما اقدر ابات بكربلاء واسمع، خلوني ما اقدر اشوف حسين مرمي فوق الرماح. لطمت على راسه زينب، ما تقدر تشوف الحسين مرمي. ايش حالة زينب بنتك يا علي؟ والصوب يلا وروح يا من الجيل عذراء، ما تقدر تشوف حسين مرمي فوق غبرة. ايش حال اللي شافت شمر صاعد فوق؟ والصوب يلا وروح يا من الجيل عذراء، ما تقدر تشوف حسين مرمي فوق غبرة. اش حال اللي شافت شمر صاعد فوق صدرة؟ هبر وداجه وشال راسه فوق عسى. عميت عين لا تدمع عليك يا زين. إمامنا الصادق يقول من لم يبكي فليتباكى، يعني هبط راسه أقل تقدير لما يسمع مصيبة زين. عميت عين لا تدمع عليك يا زين. يلا أبيات الدعاء، وأسألكم الدعاء. مخيلة هالشاعر يريد يفطر القلوب هذه الليلة. يقول زينب لما نزلت إلى المعركة، وصلت إلى جسد أخوها الحسين، حركته عن التراب. رب اللهم تقبل منا هذا القرب العظيم. بس ما عتبت على أخوها، إمامها معصوم ما عتبت عليه. وين عتبت زينب؟ لما وصلت إلى المشرع هناك قامت زينب تعتب على أبو فاضل. تحمل عتب زينب هذا الشاعر، يشوف وين مرايح بالتصور ويانا هذه الليلة. قل أبو فاضل أني طلعت من الخيمة علمك مو على راسي، ظلام الطريق متعودة علمك يا أبو فاضل رفرف على راس زينب. يا خويا الدنيا ظلمة والدرب خوف، ظلك على راسي ما نشرته، مو بس هو ظهر حسين مكسور، أنا عمري أبو فاضل كسرته. مو بس هو ظهر حسين مكسور، أني عمري أبو فاضل كسرته. حين ذكرت حسين عطشان، ما فكرت بحجاب الكفلته، ما فكرت اختك وين هالحين، والمحمل اللي بذمتك ركبته، سبن الشمر لما نجيب الطارق. سبن الشمر لما نجيب الطاريك. معقولة يا أخويا ما سمعت؟ لو ما رف لك جفن من ضرب المتون، حين اللي سطرني وينك انت؟